برعاية نقابة أطباء سوريا، الرابطة السورية للجراحة العصبية تقيم المؤتمر السنوي 17 في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. تضمن المؤتمر محاضرات شملت عدة محاور، منها جراحة الأورام والعمود الفقري وغيرها من المحاور التي تم مناقشتها وتبادل الخبرات فيها، كما تم عرض شرح تفصيلي لبعض الحالات. نحن اليوم في مؤتمر الجراحة العصبية، وهو ليس جديد على نقابة أطباء سوريا، إنما كل الروابط العلمية أقامت مؤتمراتها وندواتها العلمية وورشات العمل خلال عام 2016. رغم الصعوبات التي اعترضتنا، استطاع أطباؤنا الوطنيون السوريون أن ينجزوا كل ما عليهم من التزامات تجاه نقابة أطباء سوريا لتحقيق الأهداف بتحسين المستوى العلمي وتحقيق أواصر التعاون الاجتماعي والعلمي وبناء القدرات، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة الطبية. ومن منبركم أريد أن أتوجه بالشكر لكل الأطباء منظمين ومحاضرين ومشاركين والشركات الداعمة لهذه الفعاليات العلمية، لما له انعكاس إيجابي على نجاح هذه المؤتمرات. نشكر البلد اللي خلتنا نبقى واللي خلتنا ينعمل هيك مؤتمرات، وهذا فرح جدا بأنه نكون مع بعض ونكون بهيك ناحية علمية. مثل ما الجيش عنده انتصاراته وفرحة سوريا فيها، فنحن فرحنا بأنه نتابع هذا الانتصار بالانتصار العلمي، لأنه يكون العلم هو رافد لهذا الشيء، لأنه هذا اللي بيرفع من سوية البلد. فهذا كتير جميل وأسعدنا، وكانت فرحة العالم الموجودة بالمؤتمر كتير سعيدة بهذا المجال. أما من ناحية العلمية فالحمد لله بقيت سوريا صامدة، إجا شيء علمي جديد، المنتجات والمحاضرات العلمية الجيدة اللي عم تبحث بالبحوث العلمية الحديثة اللي عم تتم بالعالم عم توصل لهون، وهذا الشيء جدا قيم بالنسبة للأطباء اللي عم يعملوا هذا الشيء. أكيد هيك مؤتمرات التعاون أحدث ما توصل له العلم من منتجات، من مواد استجدام ممكن تستخدم بمعالجة كافة المرضى، وخاصة نحن هلا بلد فيه أزمة، فيه حرب، فكثير في 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 حالات بتحتاج لشيء علمي وشيء حديث لحتى نقدر نعالج هالحالات فيها. حقيقة الشركات اللي عم تشارك بالمؤتمرات عم تساعد أن تأمن لنا أهم المواد المستخدمة، وخاصة يعني شركات أمريكية ولا أوروبية حقيقة عم تجيب أحدث ما توصل له العلم على بلدنا السورية رغم كل الأزمة. مسيرة العلم مستمرة لمواكبة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في المجال الطبي رغم الظروف، لتبقى سوريا منارة العالم في العلم والمعرفة.